لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من عمان مراسل المشهد عرار الشلول. إذن عرار، لو تطلعنا على تفاصيل يعني إحباط محاولة التهريب التي أعلن عنها الجيش الأردني. حديث الجيش الأردني مالك كما تعلم عن محاولات لتهريب المخدرات وهي متزايدة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، خاصة على المنطقة الجنوبية وضمن اختصاص المنطقة العسكرية الجنوبية وعلى الواجهة الغربية، من خلال استخدام الطائرات المسيرة سواء من داخل الأردن إلى الخارج أو بالعكس. وبالتالي كانت هناك مواجهات للجيش الأردني من خلال تطبيق قواعد الاشتباك مع هذه الطائرات المسيرة. فجر هذا اليوم تعاملت قوات حرس الحدود مع إحدى هذه الطائرات، أسقطت حمولتها المخدرة وطبقت قواعد الاشتباك. هذا يأتي بالتزامن، خلال الساعات الماضية كان هناك إعلان للجيش الأردني من تصدي قوات حرس الحدود على المنطقة العسكرية الشرقية وضمن اختصاص المنطقة العسكرية الشرقية لعدد من محاولات تهريب المخدرات لمجموعات مسلحة حاولت استغلال الأجواء والظروف الجوية وكميات الضباب والغبار في المناطق الصحراوية على الحدود الشمالية الشرقية لتهريب المخدرات والتسلل إلى الأراضي الأردنية. هذه المحاولات نجم عنها تطبيق الجيش الأردني لقواعد الاشتباك التي تمثلت بإطلاق التحذيرات يعني النار في الهواء ثم الاشتباك مباشرة مع المسلحين، وهي عملية أدت وفق بيان للجيش الأردني لإصابة أحد المسلحين ومقتل أحد المسلحين من هذه المجموعات التي حاولت استغلال الظروف المناخية الحالية في البلاد للقيام بعمليات التسلل. بالتالي نتحدث عن عشرات محاولات التسلل هذا الشهر على وجه الخصوص، تنحصر في منطقتين، المنطقة العسكرية الشرقية وأيضا المنطقة العسكرية الجنوبية. مالك، يعني هذه المحاولة كما ذكرت هي ليست الأولى، ولكن نوعا ما ازدادت هذه المحاولات خلال الفترة الماضية عن المرات السابقة. عرار، بالفعل ازدادت خاصة على المنطقة العسكرية الجنوبية. لم يوضح الجيش الأردني تفاصيل تلك العمليات من اعتراض المسيرات المحملة بالمخدرات التي تجري سواء من حيث وجهة هذه المخدرات أو من حيث قدوم هذه المسيرات المحملة بالمخدرات، لكنه يوضح دائما ما يجري على الواجهة الشمالية والواجهة الشرقية بأن هذه المسيرات أو عصابات تهريب المخدرات التي تنتمي لجماعات ميليشياوية تنتمي لإيران في المنطقة ووكلائها وجماعات أيضا موالية كانت خلال الأشهر الماضية لحزب الله اللبناني تقوم بتهريب المخدرات. وعلى إثر ذلك طبعا قام الجيش الأردني على أكثر من سياق ضمن مسارات سياسية ودبلوماسية للوصول إلى حل هذا الإشكال على الواجهة الشمالية تحديدا، سواء من خلال تشكيل لجان أمنية مع الجانب السوري أو من خلال التصدي لهذه المحاولات وربما تنفيذ عملية لدرء هذا الخطر حتى خارج الحدود الأردنية. مالك، شكرا لك مراسل المشهد عرار الشلول على جميع هذه التفاصيل.